كابتن هشام. لا طبعا انا يعني الهجوم اللي حصل واحنا على بنكلم مين عشان برضو نكون صراحه، بنكلم مين المسؤول عن الهجمه اللي حصلت على صلاح دي؟ لا ما مش هقول يعني اصل هجمه، في ناس طلعت حوارات كتير جدا وكله بيتكلم بلسان ان هو بيهاجم. انت بتهاجم اعظم لعيب كوره جه مصر، عمل لك تاريخ ما حصلش، عمل لك حاجات كتير جدا بره ما حصلتش، نتائج ووصول لاعلى مستويات، وهنا في مصر انت مشكلتك محمد صلاح مش مشكلته هو، المشكله بتاعتك انت، انت اللي تعالجها، مش مشكله محمد صلاح جاي متعلم وعلى اعلى مستوى ومتدرب احسن تدريبات وعارف مكان واجبات مركزه. انت بتخيل ان محمد صلاح بيلعب على اللاين في اوروبا اللي هم افضل مدافعين في العالم بيلعبوا عليه، ومع ذلك بيروح. ايه الفرق ما بين محمد صلاح في اوروبا والفرق ما بين هنا؟ احنا بطاء هنا، الاعداد بدل الاعداد الفني بتاعنا بطيء، نص الملعب والديفنس بينقلوا الكرة. اتفرج على الماتشات يا كابتن، شوف كم لعيب، كل لعيب بيمسك الكرة يمشي بيها واحدة اتنين تلاتة اربعة ويفكر بالخمسة يروح مباصي. اخد وقت قد ايه؟ محمد صلاح لازم يعتمد على السرعة في الأداء والتحركات، لكن احنا بندي فرصة ان المدافعين بتوعهم كلهم يرجعوا لورا، محمد صلاح بقى دوره مش موجود. عشان كده هم مش فاهمين الراجل مذاكر وأعلى مستوى ومتدرب أحسن تدريبات. طب تقول ايه للناس اللي بتقعد، يعني انا مش هلوم على الجمهور لأن الجمهور مش نقدر نمسكه، لكن انا بتكلم عن الناس اللي بتحلل. الجمهور بيحب محمد صلاح على فكرة، احنا عندنا السوشيال ميديا برضه كلام ما كانش، عندنا بعض النفوس اللي هي بتبقى يعني ما اعرفش يعني ما بتحبوش الخير، ما بتحبوش اسم مصر يبقى حلو. انا حتى لو محمد صلاح النهارده مقصر في حاجه مثلا في الاداء مثلا، ده انا لازم ادفع بيه ارفعه. ده اتذبح اليومين اللي فات. ما حدش يقدر يذبح محمد صلاح خلاص، هو محمي. في ناس كتير جدا بتحبه جدا، والناس كلنا بندعمه، وان شاء الله باذن الله هيكون موجود لو ربنا اراد طبعا التغيير ده، بس هو الراجل يصلح. هنمسك الراجل بقى.